هلا وصلني على البيت جودي باستا بوكس وانا كثير متحمسه لانه في مكونات حتخليني اعمل وصفه سريعه وسهله، بس المفاجاه الكبيره هلا انه حتكون معي الشيف ليلى. شيف وصلني مكونات كثير لذيذه، في معكرونه، في صوص صلصه، صوص المعكرونه الحمراء، بس في عندي تونه بالبوكس. هلا انت اكيد اكيد مستعمله تونه مع باستا بالتونه باستا سالاد، كل العالم بتعملها صح، بس انا اليوم رح اعلمك تحضري باستا مع صوص النابوليتانا والتونه بقلبها. بتعرفي قديش اطباق الباستا محبوبه ومرغوبه كثير، وانا واحدة من الناس اللي عن جد بتحب الباستا كثير. طيب بحب طبخي الطيبه، حلو تخترعي بالاشياء، يعني مش انه تضلك على نفس الوصفات القديمه. البصل فيك تكتري اكثر بالطبخه، بس الثوم طعمته اقوى صرت بتظهر اكثر. اول ما تحطيها للمعكرونه لازم دغري تقلبيها لانه بتلزق على بعضها او بتقعد بكعب الطنجره. عبال ما انت تخلصي البصله انا هفتح التونه وصفيها وبالشوكه فرفطها لنقدر ننزلها بالصوص بعدين. انا كثير بحب الفلفل الاسود اطيب شيء، ريحتها بتطير العقل الصوص. وانتبهي كثير منيح الباستا لما نسلقها وبدنا ننزلها بصوص لازم ننتبه انه تكون منا مستويه على الاخر. ما تقولي لي هلا دايت وما دايت. اليوم ما في دايت، يوم اوف. صحونك جاهزه؟ يلا يلا. فانا بدي معلقه لانه بده يطلع لي صوص. شو اخذت 10 دقائق؟ ممكن ما اكثر من هيك. بدي صور قبل ما ناكل، حاخذ صور. قربي قربي لي شوي هيك. ايوه يلا. وانت كمان حملي وصفاتك على هاشتاج خياراتك ما تنتهي.